لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، وصفه زوينه رائعه بزاف بزاف. المهم شنو كتخشي في عيني؟ يا ربي السلامه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه افضل الصلاه والسلام. ايوا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ناقصه شي حاجه؟ ناقصه شي حاجه؟ ما فين الاموره ديالي؟ فينك اجي حبيبه؟ ناقصه شي حاجه ولا لا؟ ناقصه وين انت؟ هي الضو ديال العوينات ديالي، وانت هي الضو ديال العوينات ديال المتتبعين، عزيزه عليهم بزاف بزاف. انا متاكده بان نوره عزيزه عليكم بزاف. هانتوما ها هي حبيبه ديالي. سلام، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كيف العاده. هذه اهم حاجه عندنا، انكم تكونوا بصحه مزيانه، فرحانين ناشطين مع الوليدات ديالكم. ورمضان مبارك سعيد. أيه. ان شاء الله يا ربي تكمل علينا ان شاء الله بخير وعلى خير. المهم ما نطولوش عليكم، اليوم هكا واحد الوصفه اللي غزاله 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 هكا الوجع، علاش لا؟ كيف حنا تنتهلاو في الكريشه ديالنا ياكو، ياك حنا دابا شناهو؟ تنصليو صلاتنا، تنصومو هكا صيامنا، تنتهلاو في كريشتنا. هذا مسمن، هذا بطبوط، هذا بغرير، هذا طويجين، هذه حريره، هذه تحليه، هذه علاش لا خصي ما نتهلاوش حتى في شعرنا، وما نتهلاوش حتى في وجهنا بحال هكا، علاش لا ما نديروش ليه حتى هو هكا الماسكات، نديرو ليه المقشرات، نديرو ليه الترطيبات مره مره، ما فيها باس، ما نبقوش مقابلين غير كروشنا بوحدو. لا بصراحه شهاده حق، هاد الوصفه خطيره بصراحه، كتعطي ماما واحد النتيجه واعره روعه 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 روع. بزاف واحد المقشر، مقشر ومبيض في نفس الوقت. يعني انا ما نعطيكم غير الحاجه اللي تندير انا هكا لوجهي. ها نتوما دابا انا وجهي ما نقولش لكم، راه شويه مع تماره ومع هذا الشيء ها، ولكن ملي غندير هاد الماس غادي يعطيني شويه واحد النضاره، واحد الاشراق. ما نقولش لكم تيرجع الوجه هكا كيشعل، وانا حيت تنبغيكم بزاف ما نقولش نعطيكم شي مقشر اللي هكا شويه صعيب يشرح الوجه بالنسبه للبشره حساسه شي، لا غنعطيكم انا دابا واحد المقشر اللي تيصلح لجميع البشره بصفه عامه وصافي. وها نتوما معايا وغادي تشوفوا واحد الماسك، ماسك ومقشر في نفس الوقت، ما نقولش لكم طوب 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 وصافي ما فيها. بس ما نساوش وجهنا مره مره، لابدهو شعرنا ما نساوهمش. ويلا معنا. ودابا الغزالات ديالي هانتوما كيف تشوفوا هانتوما، واخا تيقول لكم ما تهضرش في الطواليط، انا ما تنخش الطواليط الخارجه شويه، يعني مبعدة على واحد شويه. عندنا في هاد المكونات عندنا الروز، وعندنا الحليب، يعني الحليب سائل. عندنا هذا الروز هانتوما، هاي جات الروز اللي غنحتاجو دابا البنات. ما تنحتاجوش الروز مطحون كيف تنقول لكم انا دائما، الروز يكون مطحون منين، لا غنبغيو يبقى شويه شويه حرش، يعني منين طحنوه نخليوه شويه، ماشي داك اللي بحال الفورس، لا غنحتاجوه شويه بحال هكا على حساب بغينا نديرو به كوماج. يعني اشنو قلنا كيفاش غنخليوه نورا شويه يكون هكا ماشي بحال الفورس. هانتوما غادي نحتاج انا دابا هاد الطبيسيل كيف تتشوفوا ها هو، وغنحتاج واحد المعلقه ديال الحليب، يعني حسب اللي غادي تخلطوا نتوما راه عينيكم ميزانكم. وغادي نحتاج واحد المعلقه ديال الروز، ها هي حتى هي على حساب واش انت غديري بوحدك اولا انت ماما كنتي وبنتك انتي واختك، مهم على حساب اشنو غديروا. وطبيعه الحال كيف تنقول لكم دائما الحاجه اللي غادي ديروها هكا لوجهكم، غديروا عنقكم وغديروا حتى لايديكم، حيت هاد ثلاثه متقاربين مع بعضياتهم، خص يكون فحال اللون ديال الوجه، فحال اللون ديال اليد، فحال اللون ديال العنق، ضروري. هذه مساله ضروريه، ماشي انسان يدير وجهه يعود يبان نقي ويخلي هكا عنقه يبان بشكل، اولا يخلي يدي، هاد ثلاثه مع بعضياتهم. ها نتوما يعني هنايا غادي نكمل على القياس اللي بغيت وصافي. انا كنت بغيت نحيد هكا الزيف شويه، انا مثلا حيد الزيف يعني غير هنايا، ولكن واحد المتتبعات طلبوا، ماشي طلبوا، قالوا نورا يعني ما تبقاش تعري هكا عنقه، واخا انا ما تنعريش يعني على قصد، انا بالعكس انا تنبغي غير ندير معكم شي حاجه فيها المصداقيه باش تعرفوني انا راني تندير الحاجه هادشي اللي قاصده. اما انا حبيبه ما قاصده حتى حاجه، قالت ليها قول ماما ما تبقاش تعري عنقها
عنقه، انا تنبع عندي وعنقي في نفس الوقت. المهم انا غادي نلبي لهم الطلب ديالهم، ما بغاونيش نعري، ما غاداش نعري، واخا انا راني غير انا قبلكم وصافي صافي. تنديروا على هذا الشكل ها هو. ودابا ماشي مشكل، انا درت هذا في البيض باش ما غاديش يتوسخ ليا، ما غندير يعني. المهم انا بغيت غير ندير معكم شي حاجه اللي فيها المصداقيه وشي حاجه اللي تنديرها لوجهي وتترجع الوجه هكا تيشعل. هذا فيه كوماج وفيه مبين خطير، واعر 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 بزاف. ما درناش الروز بحال اللي عندي في وصفات اخرى اللي الروز منيل بحال الفورس، لا خلينا هكا شويه حرش وصافي. دابا غادي نطبقوا هكا انصومو. اي واش غندير؟ هما قال لك ما تعريش، ما غاديش نعري وحبيبه، ما عندي ما غندير صافي. المهم باش تعرفوني راه انا غادي نديرو انتوما تنديرو وفي نفس الوقت تنحكو هكا تنقوميو بوجهنا ها شو انتوما ها هو. المهم انا باش تعرفوني راه انا تندير الحاجه، ماشي يقول لك ما بغيت يخلط بالعاني ما تيديرش، لا انتوما بحال بزاف تيقول لها فيرا يمكن ما تديروهاش غير جلسوها لينا. بغيت نقول لها بالعكس حبيبه، انا فيرا تنديرها سنين 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 هي، وكنت تندير حتى شيغلي حتى هي غنشاركها معكم شي نهار. يعني ما نعطيكمش شي حاجه انا غير بغيت ندير بها فيديو، لا شي حاجه اللي تنديرها. دابا انا غادا ندير هكا، ولكن غادا غير نسالي وغادي نحيد هكا الزيف وغادا ندير حتى العنقي وغادا ندير ايديا. المهم انا بغيت غير نوريكم الحركه اللي غديروا بهذا، حيت كوماج غتبقاو هكا حركه دائريه غير بشويه تبقاو تتحكوا تتحكوا انتوما. حتى هنايا ماشي مشكل، هادشي صح ما كيبغيش الزيف، تيبغيش الزيف ولكن راه قالوا لا لا ما تبقاش تعري صافي. انا ما انا تنبغي الحاجه اللي تبغوا نتوما، انا ماشي تنتعرى على قصد، انا تندير الحاجه غير باش تبين لكم. تنبغي زعما نهبط هكا العنقي ملي ما بغيتو صافي ماشي مشكل. المهم هي انا راني تندير هادشي هانتوما ها هي. تديرو تديرو كوماج اصلا باش يتسرح لينا دوك الدم اللي عندنا في وجهنا. مره مره نديرو هكا وهنا هانتوما شي هنا هاد البلاصه هكا. حاولوا تحكوا واخا عندي انا النفير مهرس ليا ما تحمر ما تنقدرش، غيسمحوا لي وصافي. هنايا هاد البلايص هاكا نقوميهم طبيعي الحال، انا غير تنقيسو تيضروني راه حالتو. ايوا صافي هنا هانتوما هنا هنا تيتجمعو هنا هاد البلايص نحكوهم بحال هاكا وصافي. نبقاو نديرو بحركات دائريه دائريه. انا غادا نكمل وصافي وغادا نرجع معاكم ان شاء الله من بعد ما يكمل واحد 10 دقائق ولا هكايا صافي. غادي نرجع معاكم غادي نديرو حتى العنقي وغادي نديرو هكا الايدي ونرجع معاكم ان شاء الله من بعد واحد 15 دقيقه بحال هكا ونرجع معاكم ومحاليكم. ودابا الغزالات كيف تشوفوا هانتوما خصكم اللي درتو هاد القماش بصراحه ما تهضروش باش ما يتشققش ليكم يعني حاولوا خوضوا واحد قسمين هكا ترخاو فيها باش تخرج لكم النتيجه زوينه. من بعد في الاول قلت لكم تقوموا ديروا قماش ديروا قماج قماج حتى ليديكم. هانتوما كيف تشوفوا انا درت ها هو راه كريم شو ها والوجه شو كريم. هاي درت واحد قسمين ما خصنيش نهضر حيت باش ما يبقاش ليكم هكا داك التجاعيد وداك التكماش. المهم دابا صافي غدا هكا غدا نحيد الزيف وهادشي باش غدا نغسل حيت راه درت حتى لعنقي ما بغيتش هكا نوري ليكم. ها هو هي تيبان غير من هنا شو هانتوما باش تعرفونا درتو ها هو صافي. دابا غناخد ميه دافيه ما سخوناش، بما ان انا تنقول لكم مسخون انا ضده، ولكن جات تديري في تتزعزعي بزاف تديري فيهم هكا ميه سخونه باش غتحيد لكم. ومني تبداو تغسلو تبداو ديروها بحركات دائريه هكا 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 باش كل هانتوما شو باش كلشي هادشي تحيد ليكم وصافي ان شاء الله غادي نرجع معاكم هانتوما. ها هو اللي نتوما شو سمعوا سمعوا اوه ديك الساعه كينزل صافي وغادا نرجع معاكم غتشوفوا النتيجه كيفاش دايره هانتوما شو كيفاش يكون صافي. دابا خصها تغسلو صافي ورجعوا من بعد. ودابا الغزالات ديالي الحبابات ديالي من بعد ما غسلت وجهي هانتوما كيف تشوفوا هانتوما، وخديت داك المرطب ديال نيفيا رطبت به يعني طبيعة الحال. من بعد اي مقشر او من بعد اي ماسك ما بغي يكون نوعه لابد من التقشير
لابد من التقشير، لابد من الترطيب ضروري. هانتوما كيف تشوفوا، شوفوا كيفاش ها، يعني داك الترطيب تيخلي الوجه. هانتوما شوفوا حتى اليدين كيفاش خرجوا، ما نقولش لكم يعني هاد المقشر راه رائع بزاف بزاف. عرفتي عيني تخلي لهم الصابون هانتوما شوفوا كيف ولاو، ما نقولش لكم تحسي بواحد الرطوبه زوينه، ما نقولش لكم هادي راه ما عندهاش هكا تيعود. ما نقولش لكم اللحم تيشعل، يعني حد هنايا وحد هنا والعنق والوجه، ما نقولش لكم هاد المقشر وفي نفس الوقت مبيض. دابا انا حيت يلا كي درت هكا داك الكريم ديال النيفيا، هذاك الشيء علاش ما باينش مزيان. اما مني غادي نغسل عاوتاني هاد الكريم اللي غادي هكا نحيدو، تتبان واحد النتيجه غزاله. ها شوفوا لا نتيجه باينه، راه باينه. شوف شوفوا تايدا واحد النتيجه غزاله وصافي. وكان هذا هو المقشر ديالنا ديال اليوم، المقشر مبيض في نفس الوقت اللي على الضمانه ديالي انا، هو حتى هو من الحويجات اللي هكا حتى ندير دائما. ما نقولش لكم واحد الرطوبيه خاصه بالنسبه لهذا المقشر، شحال تيدار هكا من مره في الاسبوع. هذا يعني نكتفيو به واخا غير مره واحده، هو جوج المرات، مي من الاحسن غير مره واحده. تتعرفوا بان التقشير ما خصوش يكون هكا دائما باش ما تنحيدوش داك القشره النيت اللي تتبقى كل مره تنبقاو هكا. غير مره واحده راه كافيه باش غادي يخلينا الوجه ديالنا هكا ارطب 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 ونقي. ما نقولش لكم راه كيشعل. هاد الوصفه كيف قلت لكم غنعاودها مره في الاسبوع كافيه، وديروا هكا ملي تبعوا هكا تنعسوا وصافي توصلوا وجهكم وديروا مرطب ضروري، يا هكا حليب يا زيت يا اي حاجه، مهم الترطيب راه مهم بزاف بزاف وصافي. ونتمنى هكا يكون هذا الفيديو فيه واحد الافاده زوينه لهكا البنات العيالات الامهات البنات، علاش لا، يعني كنا حنا العيالات هكا بصفه عامه بنادم ما فيها باس هكا يتهلا في راسه مره مره كيف قلت لكم، مره الكريشه مره الشعر مره هكا الوجه. ايوا صافي، ونتمنى نكونوا خفافين ظرافين على قلوبكم. وانتم كاملين فين كاينين، انتم كاملين كاينين هنا، حتى نحماق عليكم وتنموت عليكم بزاف بزاف انا ونوره اللي حتى هي غتبغي تقول لكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده، واللايكات اللايكات اللايكات الله يجازيكم بالخير. تنحماق عليكم لايك وبارطاج، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء بارطاجيو. عرفتي علاش؟ حيت فيه واحد المنفعه غزاله، ما نقولش لكم دابا واحد رطوبيه واحد رطوبيه، ما نقولش لكم ها غزال على ضمانت ماماكم رشيده. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده، محاليكم.